أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الهداف. رجع لكم برنامج الهداف بعد 6 شهور انقطاع، معلش كان ظرف، وإن شاء الله تكون عودة جديدة بإذن الله لبرنامج الهداف. لما جينا نرجع برنامج الهداف قلنا لازم تكون حلقة نارية، حلقة تكون بقوة رجعت برنامج الهداف. جبنا أستاذ كريم بركة جي ام صافولا. أهلا وسهلا أستاذ كريم. أهلا يا أحمد، إزيك؟ إن شاء الله تكون حلقة قوية بقوة حضرتك بإذن الله. إن شاء الله، متأكد من ذلك. لو ابتدينا الحلقة بالسي في بتاع حضرتك. طيب، أنا كريم بركة، أنا المدير عام لشركة صافولا في مصر. احنا شركة منتجة لعدة منتجات، زيوت، سمنات، مكرونة، سكر، تونة. انا بقالي مع الشركة حوالي 4 سنين، وقبل كده كان عندي حوالي، يعني التوتل عندي حوالي 27 سنة من خبرة في مجال المواد الغذائية جوه مصر وبره مصر. اشتغلت في الامارات، اشتغلت في مصر، اشتغلت في عدة دول اخرى، وخدت ريجنال رولز، اشتغلت في التسويق، اشتغلت في المبيعات، اشتغلت كمدير عام، عملت رولز كتيرة قوي في خلال 27 سنة اللي فاتوا. تاريخ كبير يا أستاذ كريم، ربنا يخليك. شكرا. لو ابتدينا حلقتنا، طبعا الأحداث الاقتصادية اللي بتحصل في مصر دلوقتي أحداث فيها تغيرات كبيرة جدا، ما بين الانفليشن، ما بين التأثير اللي علينا كلنا، عامل ضغط علينا كلنا. ايه اللي واجهته شركة صافولا او واجهه كريم بركة عشان يعدي قصة الانفليشن دي وتفضل الارقام كما هي في شركتك؟ طيب، احنا خلينا نتفق انه الثلاث او اربع سنين اللي فاتوا كانوا سنين مش سهلة، من اول الكورونا. سنين فيها تحديات كبيرة جدا، ابتدت بالكورونا وتعطل سلاسل الامداد وتعطل التوريدات، لما اوشكت ازمة الكورونا على النهاية دخلنا في الحرب الروسية الاوكرانية، ودي برضو عطلت كتير جدا في السبلاي تشين العالمية وفي المنتجات اللي كان بيتم استيرادها من البلاد دي. واحنا في الاندستري بتاعتنا تقريبا طبعا في القمح والزيت عباد الشمس والكلام ده كنا بنعتمد على روسيا واوكرانيا في جزء كبير قوي، بتهالي جزء من روسيا وجزء من اوكرانيا طبعًا. وكان في كمان حاجات من ماليزيا طبعا. بس انا بقول انه التأثير الاكتر، تأثير الازمة الروسية الاوكرانية كانت على الحاجات دي اكتر. تأثير الكورونا وسلاسل الامداد عموما وحركة الشحن وحركة الكونتينرات اثرت علينا حتى في الحاجات اللي كنا بنجيبها من اسيا، ماليزيا واندونيسيا والكلام ده. دي التحديات الخارجية. ضيف الى كده التحديات الداخلية اللي حصلت مع الديفاليويشن ومع ندرة العملة الصعبة. طبعا احنا المشكلة لأي مصنع في مصر انه بيعتمد بشكل كبير جدا على استيراد الخامات، سواء المواد الخام اللي بتدخل او مواد التغليف. مواد التغليف يمكن البيز بتاعها بيبقى مستورد، حتى لو بتعمل في مصر البيز بتاعها بيبقى مستورد. كل ده محتاج مكون دولاري، وطبعا مع التحديات اللي احنا بنشوفها بتبقى تحديات صعبة جدا قدام البيزنسز انها تتعدى التحديات دي. ولكن اعتقد انه الثلاث سنين اللي فاتوا طلعوا احسن ما فينا من الكرياتيفيتي، بمعنى انه الناس كلها بقت متأكدة انه ما فيش there is no easy solution، ما فيش حل سهل للحاجات دي، وما فيش حل معتاد للحاجات دي. لو ما فكرتش بطريقة مختلفة، لو ما فكرتش ان انا اعمل بيزنس بطريقة مختلفة، مش هنجح. ودي يمكن هو ده الدايركشن او الاتجاه اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع كل الموظفين عندنا، انه لازم تفكر ازاي تبدع في
مش هقولك ان انت تقص التكاليف، بس ان انت يبقى عندك efficiencies، ان انت تعمل حاجة بطريقة مختلفة، ان انت توجد بدائل لحاجات مش عارف تعملها، كنت تعملها قبل كده بس مش عارف تعملها، لازم توجد لها بدائل. ازاي في الميكس حتى اللي انت بتشتغل بيه او البرودكت ميكس بتاعك، ان انت تبقى بتستغل الخامات اللي عندك، ان انت تبيع الميكس الاصح بالنسبة لك كشركة وبالنسبة للمستهلك، تمام؟ لان انت مش تقدر تعمل كل حاجة، فبالتالي البرايوريتيز بتاعتك مهمة جدا ان انت تحطهم ان اوردر، وما تبقاش بتحاول تعمل كل حاجة، لانه لو حاولت تعمل كل حاجة مش تنجح في ولا حاجة. فايه هما الاهم حاجتين او ثلاث حاجات بتحتاج تعملهم؟ ولما بقول بتحتاج تعملهم، بتحتاج توجه كل الريسورسز بتاعتك في الشركة، سواء من investments او من بشر ناس او من طاقة انتاجية او من كل حاجة، على الحاجتين ثلاثة دول عشان تقدر تلاند سيفلي في السنين الصعبة. واعتقد انه في الاخر اي حاجة صعبة لازم هتنتهي وهتيجي سنين كويسة، هي الفكرة كلها ازاي تقدر تسيرفايف السنين الصعبة علشان تستعد لما او تبقى في مكان كويس لما السنين الكويسة ان شاء الله تيجي. وقف الاستيراد ادى اتجاه المستهلك ان هو ياخد منتج مصري بس، ايه اللي واجهته صفولة عشان تطوير؟ متهيالي ان الزيت والسمنة انتوا كده كده كان الانتاج محلي من الاول، هل واجهته مثلا في المكرونة ان انتوا غيرتوا الشكل عشان تتجه ان الزبون يوقف ما يشتريش المستورد خالص؟ بس خليني اقولك انه حتى الصناعة اللي احنا فيها، احنا بنصنع محلي ولكن الخامة بتيجي من بره مستورد. يعني سواء قمح، دقيق، زيوت، هي بتيجي من بره. فانت اللي انت بتعمله هنا ان انت بتعمل الادد فاليو هنا، تمام، علشان تطلعها في صورة المنتج النهائي بتاعك. احنا كل المحاولات اللي احنا بنحاول نعملها هي ازاي نقدر نبقى افوردبل، سواء بالاوزان بتاعتنا، نزلنا اوزان جديدة، تالي غيرت ال 400 ل 350، يعني في كذا حاجة اتعملت في 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 مختلف السيكتورز عندنا علشان تكتر للمستهلك، المستهلك اللي قادر يدفع، المستهلك اللي مش قادر يدفع، المستهلك اللي عايز حجم اكبر، المستهلك اللي عايز سنجل يوز، الكلام ده كله. ابتدينا ان احنا نبص بليفل اعمق على السيجمنتيشن بتاعت الحاجات دي عشان نقدر نكتر للمستهلكين دول، في ظل طبعا انه في زيادة في التكلفة لازم يبقى في زيادة في السعر، بس بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نمتص اكبر قدر نقدر نمتصه علشان اللي بيتعمل له ريفليكشن على المستهلك يبقى اقل ما يمكن يتعمل له ريفليكشن. الحاجات المستوردة كفينيشت برودكت في السوق ده عموما ما كانتش كتير وعمرها ما تبقى كتير. احنا خلي بالك احنا بنتكلم في بيزك كوموديتيز، احنا بنخاطب 100 مليون. احنا مش منتج، انت النهاردة لما تيجي تقول لي الشعب المصري النهاردة بيفطر ايه؟ بيفطر فول، بيفطر طعمية اللي هي بتتقلي بزيت، بطاطس محمرة اللي هي بتقلي بزيت، بتنجان اللي هو بيتقلي بزيت، عيش بلدي اللي هو بيتعمل بقمح، بيتغدى كشري اللي هو بيتعمل بمكرونة ورز. المنتجات دي كلها بتخاطب ال 100 مليون فالنهارده طبعا، ولازم نبقى فيري كونشس انه ما نحطش المستهلك تحت ضغط اكتر من اللازم. في ضغوط مضطرين طبعا، ولكن احنا لازم كمصنعين مصريين ان احنا دايما نبقى بنبص على ازاي نبقى افيشنت في العملية الانتاجية بتاعتنا والعملية البيعية، علشان حتى لما نعمل او لما يبقى فيه زيادات، الزيادات تبقى مقبولة. في ظل الازمة اللي احنا فيها، الكاش قل في السوق المصري، ايه اللي عملته صفولة عشان تواجه المشكلة دي؟ بس لو نعرفها بعد الفاصل، فاصل ورجعنا.
أهلا بكم في سي بي آر كايرو بيزنس راديو، أول راديو بيزنس في مصر. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع حد من المؤثرين في مجال السيلز في مصر، أستاذ كريم بركة جي إم صافولة. آخر سؤال وصلنا له في ظل الأزمة اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت، في قلة كاش عند التجار وعند الموزعين، إيه اللي واجهته صافولة وقدرت إنها تعدي الأزمة دي؟ طيب خليني أبتدي بالنقطة اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، ألا وهي الفوكس. النهاردة لما بتبقى في ضغط عليك كمصنع، وانت عارف ان في ضغط على المستهلك وفي ضغط على التاجر، بتبتدي دايما تفوكس وتشوف ايه البورتفوليو اللي انت لازم تبيعه لمين، وايه الستوك ليفلز اللي المفروض تبقى موجودة، ولازم تبتدي تكسر شوية تابوز كانت موجودة قبل كده. فالنهاردة مفيش مشكلة لو السوق عاش بستوك ليفل اقل شوية من اللي كان بيعيش فيه الاول، طالما ان مفيش اوت اوف ستوكس بتحصل. تبيع ايه في انهي قنوات بيع والمين، الناس اللي دوران المنتج عندها سريع فيرسز منتجات تانية، لازم تبتدي تشوف طب المنتجات التانية ممكن ابيعها فين يبقى دوران المنتج بتاعها اسرع، علشان انت كتاجر لما شغلك في منتج يبقى الدوران عندك سريع وراس مالك بيلف بسرعة. طبعا في سكيمز بقى كمان كانت بنعملها دايما مع التجار، سواء كوارترلي او في السيزنز او في الكلام ده كله، علشان تخلي التجار تبتدي تركز مع الصنف بتاعك، لانه جزء كبير قوي ان انت التاجر نفسه يبقى بيسوق المنتج بتاعك، ان هو تاجر الجمله اللي انت بتبيع له ده بيروح يبيع لتجار تجزئه. تهالي احدى شروط صافولة اكسكلوسيفيتي في السيلز، ما يبقاش معاك كومبيتيتورز، ومتهالي برضك يكون متخصص بشغل معاكم انتوا بس تقريبا يعني. لا ده في الوكاله، في الوكاله، لكن في التجار، في التجار لا طبعا مفيش اكسكلوسيفيتي. الوكاله طبعا انت بتختار الوكيل لازم يبقى ولاءه معاك يعني، لانه ده الوكيل بتاعك. فطبعا بنختار الوكاله بعنايه جدا عندنا، لانه بالنسبه لنا الاهتمام بالناس مهم قوي قوي، مهم قوي ان الناس تبقى عندها ولاء للشركه، مهم جدا الناس تبقى متمرنه كويس، مهم جدا الناس تبقى بريزنتبل في السوق لما بيتكلموا عن المنتج بتاعك او بيبيعوا المنتج بتاعك، مهم جدا الناس تبقى مبسوطه وهي بتعمل الشغلانه بتاعتها علشان تقدر تدي اكتر، ولازم الناس تبقى براود من المنتج اللي بتبيعه ومن الشركة اللي بتبيع المنتج بتاعها. فكل دي حاجات مهمة طبعا احنا بنبقى حريصين جدا انها تبقى موجودة علشان ترفلكت بوزيتيفلي على الناس وترفلكت بوزيتيفلي على التجار وعلى السوق. حضرتك سبقت في السؤال ايه المزايا اللي موجودة في صافولة مش موجودة في اي شركة تانية اللي تخلي اي حد يسيب شركته ويجي يشتغل في صافولة. بص انا يعني اعتقد انه 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 صافولة من الشركات اللي زي ما تقول كده ايه، بتراعي ربنا جدا في الناس بتاعتها في كل حاجة. معاملة بتبقى very fair للناس، البرايوريتيز بتبقى واضحة جدا للناس، عندنا مبادئ كتيرة جدا زي البر والتقوى، مبادئ بنفتخر بيها وبنتعامل بيها يوميا مع الناس عندنا، سواء الناس اللي جوه الشركة أو سواء الناس اللي بره الشركة. الميوتواليتي اللي هو اللي زي ما كنا بنقول أنا وإنت، الوين وين، إزاي أخليك إنت إكسايتد إن إنت تشتغل معايا وتديني أحسن ما عندك. الـ زي ما بنقول احد الحاجات اللي انا بحبها جدا في الليدرشيب هي الاوثنتيك ليدرشيب، ازاي الناس تحس ان انت فعلا يو كير، ان انت فعلا مهتم، مش ان انت بتقول كلام وخلاص. وده بيتعرف من حاجات كتيره قوي، لازم بيبقى فيه العلاقه بينك وبين الناس بتبقى علاقه احترام
وعلاقة كير، مش بس ان انت طالب منهم شغل او هم بيعملوا لك شغل. الناس لما بتحس دايما ان انت بني ادم ومهتم بيهم، الناس دايما بتدي لك عينيها، يعني زي ما بنقول. سافولا من الشركات اللي فعلا بتبقى حريصة جدا على الناس بتاعتها، ان الناس تبقى بتتعامل كويس جدا، ان الناس تبقى بتاخد حقوقها كلها، ان الناس تبقى بتتمرن كويس جدا، ان الناس بتتدرج التدرج الوظيفي المظبوطة لو بتحقق اللي عليها. لانه طبعا ارجع اقول لك، ما تتوقعش ان انت تكون مثلا ما بتعملش الاهداف بتاعتك او ما بتديش الاكسترا مايل وتيجي تقول لي انا عايز اكبر في شغلي. ولكن اللي بنقوله انه اي حد بيعمل المجهود المطلوب وبيجيب النتائج المطلوبة عندنا في سافولا، لا بيلاقي مردود محترم جدا، سواء في التدرج الوظيفي او في اي حاجة تانية ليه علاقة بالمميزات اللي بتعود عليه هو كتالنت. بعد الكوفيد خريطة القطاعات البيعية اتغيرت تماما. الاونلاين ما كانش على الخريطة بالقوة الكبيرة في مصر، واتجه اتغير من اول سنة لتريبل وفضل يتضاعف. ايه اللي واجهته سافولا وايه اللي عملته لتطوير قطاع الاونلاين؟ ده حاجة طبعا مهمة جدا نتكلم عليها، موضوع الاونلاين والاومني تشانلز وال في العصر الديجيتال اللي احنا عايشين فيه ده. يعني اعتقد انه في مجتمعات سبقتنا في الحاجات دي، زي الصين، زي اوروبا، زي امريكا، والحقيقة احنا بنتعلم منهم. النمو في القنوات البيعية دي أسرع من البرق، لأسباب عديدة. أولا هي الكونفينينس بتاعتها للناس اللي بتعمل أونلاين شوبينج، والكلام ده على فكرة مش بس في الأكل والشرب، ده في حاجات كتيرة جدا الناس ابتدت تتجه إلى الأونلاين شوبينج. يمكن موضوع الكوفيد وإن الناس بطلت تنزل لفترة كبيرة من البيوت سرع نمو هذه القنوات. احنا بطبيعة الحال عندنا في سافولا عملنا إدارة للإي كوميرس، والإدارة دي طبعا ابتدى دلوقتي كل شوية بيحصل فيها نمو. ابتدينا نرصد ميزانيات علشان نماركت المنتجات بتاعتنا على السايتس دي وعلى الشانلز دي. ابتدينا نعمل جوينت اكتيفيتيز مع الشركات، سواء الشركات اللي هي بتعمل الاي كوميرس او السلاسل اللي عندها فرع الاومني تشانلز. وابتدت القنوات دي بتنمو بشكل سريع جدا، وكل شوية زي ما بقول كل ما بنحط فيها investment كل ما بتييلد اكتر بكتير من الانفستمنت اللي بتتحط. واعتقد ان حتى في الثلاث سنين الجايين الجروث بتاع القنوات دي هيبقى اسرع واسرع واسرع. يعني لو اتكلمنا على الارم دي في سافولا، بس ممكن نخليها بعد الفاصل. فاصل ورجعنا لكم. أهلا بكم في سي بي آر كايرو بيزنس راديو، أول راديو بيزنس في مصر. ورجعنا لكم تاني مع أستاذ كريم بركة، جي إم سافولا. آخر حاجة كنا هنبتدي نتكلم فيها على الـ R&D في سافولا، إيه اللي بيميز سافولا عن غيرها في الجزئية دي؟ طيب انا يعني يمكن شهادتي مجروحه في سافولا يعني في القصه دي، بس اعتقد ان سافولا من الشركات اللي بتهتم جدا 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 بالار ان دي في المنتجات، في تطوير المنتجات بتاعتها، وبالذات ان احنا بنطور وبنواكب الترندز
والهيلث ترندز بالذات اللي بتكبر وبتزيد يوم بعد يوم. حملة قبل فهيتة اللي شغالة اليومين دول؟ لا قبل فهيتة هكلمك عن قبل فهيتة. بس قبل فهيتة احنا وقت أزمة كورونا احنا كان عندنا شغل من قبليها بفترة كبيرة جدا على منتج لتعزيز الاميونيتي، منتج زيت، والحمد لله قدرنا ان احنا ننزل بعافية زيت عافية سان فلاور بالزنك. وطبعا احنا عارفين الزنك مهم قد ايه كان وقت الكورونا والكوفيد والاميونيتي. ده انوفيشن فعلا الكونسيومر محتاج له، المستهلك محتاج له، وعشان كده لما نزلنا بيه لقينا فيه اقبال كبير جدا 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 عليه. برضو احد الحملات الكبيرة اللي احنا نزلنا بيها كانت الحملة بتاعت الهدرجة، ان احنا منتجاتنا غير مهدرجة، وده يمكن كان دور تعليمي محتاجين ان احنا نعرف الناس بيه، ازاي احنا المنتجات بتاعتنا هيلثي، ازاي احنا بنهتم جدا بصحة المستهلك، البروسيس بتاعت الانتاج بتاعتنا عاملة ازاي من الالف للياء، علشان الست البيت تبقى عارفة ان الزيت او السمنة اللي هي بتطبخ بيهم دول ازاي هم هيلثي، وازاي تقدر تديهم لولادها وجوزها وكلام من. فعندنا اكزامبلز كتيرة جدا، وفي حاجات كتيرة لسه جاية تاني ان شاء الله في الفترة اللي جاية بتعزز فكرة الادد فاليو انوفيشنز. احنا عندنا R&D سنتر محترم جدا للجروب، وهو في مصر بالمناسبة، هو R&D سنتر في مصر، وعندنا يعني ناس فيري فيري بروفيشنال هم اللي ماسكين R&D سنتر ده، وهم اللي بيعملوا اللي بيطوروا منتجات للسافولا جروب كلها في كل البلاد اللي بتشتغل فيها سافولا، وبنفتخر بده ان هو R&D سنتر بتاعنا موجود في مصر. كنت بشوف الكومبيتيشنز ما بين سافولا وما بين أرما زي الأهلي والزمالك وزي ريال مدريد وبرشلونة، انت حضرتك شايفها ازاي؟ برنامج يعني في برنامج الهداف يعني بنتكلم عن الكومبيتيشنز والتنافس ده. المنافسة طبعا الشريفة ده شيء يحترم جدا. طبعا الشركة اللي حضرتك ذكرتها شركة محترمة جدا وناس أفاضل جدا، وأعتقد إن هم كان لهم دور كبير في بناء السوق. 93 الشركتين أرما وصافولا تقريبا 93 نزلوا مصر. ما كانش فيه في مصر ساعتها حد خالص غير شركة ميجوب اللي هي مصر الخليج تقريبا، دي كانت من سنة 80 نزلت أرما وصافولا، وتقريبا كان الشير ما بين أرما وصافولا هي التنافس تقريبا، هم الاتنين اول وتاني، ده فترة اول زيت ده اول فترة سمنة، دي التنافس. حضرت انا التنافس ده الفترة دي؟ تمام. طبعا هو يعني بص، هي ال- 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 التنافس في حد ذاته زي ما قلنا التنافس الشريف شيء يحترم جدا، وهو اللي بيخلي الشركات المتنافسة ان هي تطور من نفسها دايما. انت دايما لو بتلعب في الملعب لوحدك، لو بنتكلم على الهداف، ما بيبقاش عندك موتيف ان انت تطور. كل ما بتلاقي الخصم، او مش الخصم، مش عايز اقولها الخصم، كل ما بتلاقي الفرقة اللي بتلعب قدامك قوية، كل ما انت بتدور ازاي تقوي نفسك علشان تقدر تكسب المباراة. اعتقد هو ده اللي بيحصل. وفي الاخر اللي بيقرر مين بيكسب الماتش هو المستهلك. المستهلك عايز في الاخر منتج يكون هو طلبه، يكون بيقدم له الخدمة اللي هو عايزها، يكون بيسيرف النيد بتاعته في الحجم اللي هو عايزه بالسعر اللي هو يقدر يدفعه، يكون الإيمج بتاع المنتج ده يتناسب معاه، يكون بيفتخر ان هو بيستعمل هذا المنتج. وهو كل الحاجات دي لما بتحطها مع بعض هي الديسيجن ميكينج تري زي ما بنقول، او القرار اللي بيبقى عند المستهلك، هو اللي بيخلينا كلنا انرجايزد في القصه دي. ففي الاخر كل واحد بيحاول يوصل للمستهلك بصوره يبقى مقنع ليه تستخدم المنتج بتاعي. ولكن في الاخر اعتقد انه في كل الحالات السوق بتاعنا is very developed،
الحمد لله في الـ في الـ في الصناعه دي. الشركات اللي بتشتغل في السوق كلها شركات محترمه وكلها بتحاول انها تتسابق ان هي تقدم للمستهلك منتجات يكون هو فعلا مبسوط انه بيستخدم. لو سالت حضرتك ايه الروشته اللي تنصح بيها الشركات في 2024؟ الروشته اللي انصح بيها الشركات في 2024 هي الفوكس. فوكس ما تحاولوش ان انتوا تبقوا بتعملوا حاجات كتير قوي. ركزوا ايه الحاجتين او الثلاث حاجات المهمة اللي عايزين تحققوها في 2024، وابتدوا حطوا الريسورسز بتاعتكو كلها ورا الحاجتين ثلاثة دول. اتكلموا مع الناس بتوعكو، اتكلموا مع التيمز بتاعتكو، ميك شور انه الناس كلها بتشتغل مع بعض في تيم ورك، انه مفيش السايلوز اللي زي ما بنقول اللي هو كل واحد بيشتغل لوحده. دونت بانيك لما يبقى فيه ايشوز او مشاكل او تحديات، كل حاجه ليها حلول. دايما فكروا في alternatives مختلفه. مش عايز اقول كلام انشا اللي هو بره الصندوق، بس فعلا فكروا في بيزنس مودلز مختلفة، فكروا في طريقة مختلفة ازاي توصلوا المنتج للسوق، فكروا في طريقة مختلفة الخامة دي ممكن ابدلها باني خامة تكون ارخص او تكون متاحة بشكل اكتر. في حاجات كتيرة، فكروا ازاي تحفزوا الناس بتاعتكم، فكروا ازاي دايما تبقوا بتتكلموا بطريقة ايجابية وبوزيتيف، والمسج دايما تبقى بوزيتيف بدل ما يعني او instead of ان احنا نقعد نقول دايما لا الدنيا مش حلوة. لا بالعكس، دايما في حاجات حلوة، دايما في نظرة تطلعية للمستقبل، دايما ادوا امل للناس وخلوا الناس تشتغل بالامل. كل الكلام ده بينعكس علينا في الاخر positively، وهيخلي الشركات ان شاء الله تعدي 2024 ان شاء الله باذن الله. قبل ما نبتدي تدي حضرتك نصايح للشباب الجديدة، ناخد فاصل ونرجع لكم. فاصل ورجعنا لكم. أهلا بكم في CBR كايرو بيزنس راديو، أول راديو بيزنس في مصر. ورجعنا لكم تاني مع برنامج الهداف. كان معانا في الحلقة أستاذ كريم بركة جي ام صافولا. آخر حاجة وقفنا عندها، إيه نصيحة أستاذ كريم بركة للشباب الجديدة؟ طيب، نصيحتي للشباب الجديد دايما هي ما تستسهلش، امشي في الطريق الصعب. الطريق الصعب دايما هو اللي بيعلم، هو اللي بيخليك تكتسب خبرات كتيرة. الخبرات دي هي اللي بتقلك كشخص، وهي اللي بتخليك بعد كده تتدرج، وهي اللي بتخليك تاخد مناصب كبيرة، وهي اللي بتخليك تعمل شغلانات كبيرة. اللي عمرك ما هتقدر تدير مؤسسات كبيرة أو تدير شركات كبيرة أو يبقى عندك بيزنس بتاعك حتى من غير ما تعدي بتجارب. المشاوير السهلة اللي زي ما بنقول عليها ما فيهاش تجارب. كل ما بتعدي بمواقف صعبة، كل ما بتاخد assignments صعبة، كل ما بتفكرش دايما في المادة بالذات في الأول، بتفكر تتعلم ايه مش هاخد كام. دي مهمة جدا جدا جدا. الناس بتستعجل. انا بشوف انه في شباب كتيرة، طبعا مش بعمم، في ناس بتبقى عايزة تتعلم، في ناس كتيرة بتبقى عايزة تشوف ايه اللي ممكن يخليني اعمل عائد اسرع في مدة بسيطة. دايما بقول للشباب اول 10 سنين في الكارير بتاعك ما تفكرش خالص في الفلوس. اول 10 سنين في الكارير بتاعك فكر انت بتتعلم ايه، ايه الخبرات اللي انت هتتعلمها،
اشتغل في مجالات مختلفة، اشتغل في functions مختلفة جوه الشركات. لو جالك assignment في بلد جديدة ما تقلقش، خد الassignment وروح وتعلم منها حاجة. فإن ناتشل تجارب، الحياة عبارة عن تجارب، الشغل عبارة عن تجارب، كل ما تجاربك بتزيد كل ما انت بتتقل كشخص، وده نصيحتي أو أكبر نصيحة بديها للشباب. يعني قبل الحلقة كنا اتكلمنا عن تشابه حضرتك مع جوارديولا، مش هنعدي القصة دي طبعا. لو قلت مزايا أستاذ كريم بركة اللي خلت أستاذ كريم بركة في رحلته 26-27 سنة يوصل يبقى جي ام صابونة. هو بص، هو الحقيقة يعني أعتقد أنه تركيزك على أن أنت تتعلم، تركيزك على أن أنت تاخد خبرات مختلفة، تركيزك على أن أنت تتعامل مع كافة أنواع البشر بجنسياتهم بأعراقهم بكل حاجة وتعرف تتعامل، تركيزك على أن أنت تبقى results oriented، أن أنت تبقى دماغك فكرك كله ان انت رايح تجيب جون، رايح تجيب نتائج، فوكس زائد بلان بي وبلان سي. اول حاجة لازم يبقى عندك حلم، لازم يبقى عندك فيجن، والفيجن دي لازم يبقى عندك الليدرشيب والاستراتيجية ان انت تحققها. كل الحاجات دي مهمة جدا، لازم تبقى عارف انت جاي منين وعايز تروح فين، انت عايز تروح من النقطة دي للنقطة دي، ولازم تبقى عارف هتروح من النقطة دي للنقطة دي ازاي، ولازم تبقى بتقيس نفسك كل شوية عشان تعرف البروجرس بتاعك عامل ازاي. كل الحاجات دي مهمة جدا، لازم تبقى في دماغك، وهي دي الحاجات اللي بتخلي الشخص ينجح. لازم تخطط كويس قوي، لازم تخطط كويس قوي. النهاردة جزء كبير قوي من النجاح ان انت تبقى بتقرأ الملعب لما تنزل تلعب في الملعب، وجزء كبير برضو ان انت تبقى مخطط قبل ما تنزل الملعب، ما تسيبهاش للصدف. فالحاجتين دول مع بعض، التخطيط مهم، خبرة الملعب مهمة، وخبرة الملعب دي اللي بتكتسبها من تجاربك، الاتنين مع بعض هما اللي بيعملوا الخلطة اللي تقدر ان انت تخلي التيم بتاعك ينجح ويكسب الماتش. عمرك حضرتك حسيت ان في السيلز والماركتنج فيهم شبه من الكرة؟ طبعا. في ايه؟ ما هو انت عشان تجيب الجون محتاج حد بيشوت، ومحتاج حد بيعمل الاسيست. انا بالنسبه لي هم دول السيلز والماركتنج. الماركتنج هو اللي بيعمل الاسيست، هو اللي بيهيئ الظروف سواء في المنتج او في الدعايه او في حاجات كتيره جدا، تمام، للسيلز عشان السيلز يعرف يشوت. فالاتنين بيكملوا بعض، ودايما كنت اقول للناس السيلز والماركتنج دايما بيسموهم نار ونقير، بس هي في حقيقة الأمر هما الاتنين لازم يكملوا بعض. مش مشكلة خالص ان احنا نتناقش ونختلف ونتفق، المهم في الاخر ان احنا نبقى فريق واحد، السيلز والماركتنج. وطبعا بشمولية اكتر بقى بقيت ادارات الشركة كلها، لانه النهاردة السيلز والماركتنج ده الفريق التجاري، لكن انت عندك فريق السبلاي تشين وفريق التصنيع وفريق المشتريات وفريق الفاينانس اللي بيسعر المنتجات وفريق الليجل اللي بيدافع عن الشركة وعن حقوق الشركة وعن حقوق الناس اللي بتنزل تبيع دي، ازاي حقوق الشركة تضمنها، ازاي المديونيات تضمنها، الفاينانس، الاتش ار، كل الحقيقة الاي تي اللي بيحط لك سيستمز عشان تشتغل بيها. فانا بالنسبة لي روح الفريق لازم، دي اهم حاجة لازم تتواجد في الشركة، والليدر بتاع الفريق
لازم يبقى دايما دايما عينه على القصة دي، وان هو بيبروموت الروح دي، لانه مفيش فريق بيكسب لو ما فيهوش جون، دفاع، خط وسط، خط هجوم. لو اي حاجة اختلت الفريق مش هيكسب. اجازت طبعا الحلقة كانت ممتعة، بس ما نقدرش نعدي الحلقة يكون معنا أستاذ كريم بركة وما نسألوش شوية في الكرة حاجات بسيطة كده عشان البرنامج اسمه الهداف. حضرتك بتحب نادي ايه؟ بتشجع نادي ايه مصري؟ انا اهلاوي. اهلاوي صميم. صميم. بتشوف مين الرول موديل في في الكورة في مصر؟ والله بص، طبعا انا بالنسبه لي يعني الشخص طبعا اللي نقل مصر للعالميه في كره القدم واللي كلنا بنفتخر بيه فخر العرب يعني محمد صلاح بالتاكيد. يعني الراجل ده قدر يشتغل على نفسه معنويا وجسديا واخلاقيا وكل حاجه ان هو يبقى رول موديل لكل المصريين، رول موديل لكل المصريين وبنفتخر بيه. عندنا طبعا لعيبة تانية كتير على مر التاريخ يعني كانوا فخر لينا، يعني برضو احنا عندنا الخطيب، عندنا حسن شحاتة، عندنا اجيال تانية، عندنا الجيل بتاع ابو تريكة وبركات واحمد حسن وحازم امام، عندنا اجيال تانية كتيرة جدا بنفتخر بيها يعني وحققوا انجازات كبيرة. واعتقد انه برضو لو بنرفلكت على إنجازات منتخب مصر مثلا في الفترة اللي كان مسكها حسن شحاتة وفي الفترة اللي كانوا بيلعبوا فيها 2006 و2008 و2010 وبركات وحازم وكده، روح الفريق كانت حاجة رهيبة جدا. حسن شحاتة كان المعلم بيعزف سيمفونية، مجمع فريق، مجمع أحسن فريق في مصر، يعتبر كان أحسن فريق في أفريقيا، وقدر ياخد بيهم ثلاثة بطولة أفريقيا، كاس أمم ورا بعض. وارجع أقول لك يمكن مهاريا طبعا كان فريق قوي جدا، بس مهاريا كان ممكن يبقى فيه فرق اقوى، لكن روح الفريق بتاعتهم، روح الفريق هي اللي خلتهم يكسبوا فرق كانت ممكن تبقى اقوى مننا. ف احنا عندنا في مصر كوادر وفرق لما بتحب تنجح بتنجح، وده اللي احنا بنناشد بيه الحقيقة كل الشباب. ركزوا، اشتغلوا مع بعض في تيمز، ما تزهقوش، الموضوع محتاج عمل شاق، محتاج تمرين، محتاج شغل، محتاج سهر كتيرة جدا ان انت تشتغل، محتاج سفر، محتاج بهدلة ومرمطة، بس لان مفيش حاجة بتيجي بالساهل، ولا يمكن يبقى في اي حد نجح من غير ما يكون مر بالتجارب الصعبة دي. الناس بتشوف محمد صلاح دلوقتي، بيشوفوا عربيته، بيشوفوا فيلته، ما شافوش هو تعب قد ايه واتدرب قد ايه وجاهد قد ايه عشان يوصل للمكان اللي هو فيه. الناس اقول لها اتفرجوا على الفيديوهات بتاعت محمد صلاح زمان لما كان بيتكلم وهو بيروح التمرين بتاعه من القرية بتاعته لغاية نادي المقاولين، وكان بياخد كام مواصلة، 6 ساعات، وكان بيبقى في جيبه قد ايه، وكان بياكل ايه طول اليوم من الصبح لغاية بالليل، تعرف على طول الراجل ده تعب قد ايه. ولما سافر بره الراجل ده ما كان مركز جدا 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 ان هو ينجح، كان بيدي التمرين، كان بيدي الكوره، كان بيتمرن بره التمرين ازيد من التمرين، وعشان كده جسمه النهارده ما تيجي تبص على محمد صلاح ما شاء الله عليه، لياقته البدنيه وسرعته بتفوق اي حد، ده نتيجه الاكسترا اللي كان بيعمله، الشغل اللي كان بيشتغله على نفسه. النهارده بص الدايت بتاع محمد صلاح ايه، بص حارم نفسه من اكل كتير عامل ازاي. فكل حاجه ليها برايس، كل حاجه ليها سعر، النجاح ما بيجيش ببلاش. حلقه كانت ممتعه فعلا، احنا قعدنا مع حد رول موديل في السيلز في مصر وفي الماركتنج، اتكلمنا النهارده عن المشاكل الاقتصاديه، اتكلمنا عن الانفليشنز، اتكلمنا عن دور المدير، اتكلمنا عن التحول من المحلي للمستورد، اتكلمنا عن القطاعات البيعيه، اتكلمنا عن الهول سيل والديستريبيتورز. فعلا كانت حلقه بحاج استاذ كريم بركه جي ام سافولا. انا بشكر حضرتك بجد، يعني كانت حلقه ممتعه، حلقه يحتذى بيها للشباب يعني. استاذ كريم شكرا يا احمد، انا استمتعت بالحديث معاك، وان شاء الله يا رب الناس تلاقي منفعه
للكلام اللي اتقال. وإن شاء الله في لقاء تاني بإذن الله. إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. كان معانا النهاردة أستاذ كريم بركة جي إم صفولة، كان معاكم أحمد عبد السلام الهدوء.